شيلي السكينة من ايدك، شيليها. ليه انقلبتي هالقلبة؟ هيدا مش أول لقاء مع حبيب القلب، أو لأني كشفتك، أو يمكن الخوف بيعمل هيك. فجرت، أنا مش خايفة من شيء، بتعرف ليه؟ لأنه بحياتي ما غلطت إلا معك أنت، وهالغلطة بعرف كيف صلحها. شوفي نور، وعي تفكري اني رح نتف حالي وخزي تيابي وانه يابا خنتيني ونمس بشرفي او شيء من هيدا الحكي. لا لا لا، ما يروح فكرك لبعيد. انت مش مرتي ولا من عائلتي، انت بالنسبه لي مثلك مثل اي وحده تحت ماشيه بالشارع. انت مشكلتك بس انك كذبتي علي، كذبتي على ثروت. انت استغليتيني، خلفتي بالوعد والشرط اللي بيناتنا. مش عم تخرب تقول انت اي وعد واي شرط. عم تحكي معي مثل كاني شي سياره شاريه ولا شي غلط شاري لحدا تصمد ببيتك. لكن لا اصمدوا على الشاشه. الدنيا كلها بتعرفك وقت كنت تحمل الميكرو وتركضي ورا الناس تساليهم شو طبخين وشو شاريين تياب للعيد. يوم وليله وعيوا لقيوكي إعلامية مهمة وعلى وحدة من أهم المحطات، هيدي الحقيقة. إذا أنت نسيتيها، الناس ما نسيتها بعد. الناس بتعرف مين نور رحمي هلأ. كل الحكي اللي عم بتقوله هلأ ما بقى يهم. آه، نغمة جديدة والله. أنا مش عم بنكر إن أنت ساعدتني لحتى أوصل لهون. ولا ناسي شو عملت كرمالي، بس انت كمان ما تنسى قديش دفعت. دفعت كتير ومني مستعدة ضل عم بدفع هيدي الفاتورة كل عمري. يعني لهون وبس. خلص ما رح اسمح لك ضلك شاريني وشاري شبابي ومستملكني كل العمر. أنا بحق لي كمل بقية حياتي حرة. لك يا نور، أنا ثروت، أنا ما بينقل لي هالحكي. شو بدك ياني أقول لك يعني؟ جاية عم تضرب وتهدد وتغلط فيي. عم تحكي معي مثل كأني شي وحدة من هول إيه قولي. لكن شو بتفسر اللي عملتيه؟ تركتيني عم فوت وأطلع لعندك، بتطلعي من ورا ظهري عايشة حياتك معه؟ شفت؟ أنت قلت حياتي. حياتك إلي أنا. لك أنت ما فيك تظهر معي لحتى نشرب فنجان قهوة. صار لي سنين مقبورة مزروبة بهيدا البيت، حدك بالسيارة ما فيني كون. هيدا كان شرط بيناتنا، شو اللي تغير؟ ما هيدي هي المصيبة. إنه أنت منك عارف شو عامل فيي. من يوم يلي تعرفت عليك وأنت بتوعدني وبتقول لي حكي على أساس إنه هو كرمالي. إيه، وشو النتيجة؟ ضل حلم؟ ما حققت لي كل أحلامك؟ النتيجة إن طلعت ورقة مخبية بجرورك بتطلعها ساعة اللي بدك. النتيجة إنه ما قدرت تعترف فيي حتى قدام ناطور البناية. بتفوت وبتطلع من عندي مثل الحرامي كرمال ما تنزع سمعتك فيي. سمعتي وسمعتك. يرضيك يعني يقولوا عن نور رحمي إنه على علاقة مع حدا؟ أكيد لا. كرمال هيك كنت ناطرة أكون بحياتك بصفة رسمية أطلع فيها قدام الناس. بس طلعت مرتك وعائلتك فوق كل شيء. ما بيجوز أي شيء ينزعلن حياتهم. طبيعي، هيدا حقهم 100%، وحقي أنا كمان. بمعنى يعني خلص كل واحد فينا عنده حياته وهو حر فيها. حر فيها؟ ما تخيلتك تكوني مغرومة هالقد. ما تخيلت جنوني كرميكي بمطرح ما تقدر تقومي منه.
وليه؟ انا بنهيكي من على وجه الارض. ما بقى بتقدر. ما تجربيني. انت ما تخليني اعمل شيء غصب عني. نوريا اللي بتعرفها تغيرت كثير. يعني خلاص بدك تروحي فيها للاخر؟ الموضوع بايدك. فيك تنهي كل شيء على رواق ونضل اصحاب كل العمر، على القليل كمان العشره اللي بيني وبينك. رح اتركك تجربي كرمال تعرفي قيمتك بلاي واهميه اسمك يلي شدي ظهرك فيه. جربي شو فيها. جربي حياتك اذا شلت ايدي عنك. هيدا حقك. بس بعد كل اللي ناوية تعمليه رح ترجعي لعند صباطي تبوسيه وتطلبي مني اني سامحك.